منذ عقود ارتبطت صناعة الأحذية والجلود بهذه المدينة، وبات كافياً أن يكون الحذاء من صنع الخليل حتى يحظى بثقة المستهلك في السوق الفلسطيني والأسواق المجاورة. الجودة والراحة والمتانة وطول عمر المنتج إضافة إلى اعتدال السعر هي سمات الحذاء المصنع في الخليل. هذا القطاع من القطاعات التي اشتهرت بها محافظة الخليل تاريخياً. في تسعينيات القرن الماضي كان يعمل في هذا القطاع ما يزيد عن 30,000 عامل وموظف، ولكن للأسف الشديد نتيجة الاستيراد العشوائي أصبح يعمل في هذا القطاع بين 3,000 إلى 4,000 موظف وعامل فقط. صناعة الأحذية تتمركز في مدينة الخليل، ومن المعروف أنها من الصناعات المشغلة للأيدي العاملة بكثافة، وكذلك هناك استثمار ضخم اقتصادي وبشري في هذه الصناعة في مدينة الخليل بالذات. فأي انتعاش يطرأ على هذه الصناعة سيشكل انتعاشا كبيرا في الاقتصاد المحلي، ثم يتجاوز إلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام. ثلاثة أرباع الإنتاج يتم استهلاكها محليا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أما البقية فيتم تصديرها إلى الأردن والأسواق المجاورة. لكن حتى الآن حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلي ما زالت ضعيفة نتيجة فتح الأسواق الفلسطينية أمام المنتجات المستوردة وعدم وجود تشريعات وقرارات فعالة تحمي المنتج المحلي. انفتاح الأسواق وتدفق البضائع الصينية متدنية الجودة متدنية الأسعار بالتأكيد ألحق الضرر الكبير بهذه الصناعة، وجعل الأسواق تغرق ببضائع متدنية الجودة متدنية السعر، والمستهلك في البداية ربما يعني اتجه إلى هذه المنتجات لكنه في النهاية تعلم الدرس ولو بالطريقة الصعبة. بهدف تطوير هذه الصناعة ورفع حصتها في السوق الفلسطيني تم اختيار هذا القطاع ليكون أحد القطاعات الخمسة التي استهدفها مشروع التجمعات العنقودية. التجمعات العنقودية هي تجمعات لعدد من الشركات والمؤسسات المتصلة ببعضها، والتي تتركز في مكان جغرافي واحد وتتشارك في أحد المجالات الإنتاجية لتكمل بعضها البعض بهدف تعزيز القدرة التنافسية، مما يساهم بفتح أسواق جديدة له. موضوع التجمعات العنقودية هي عبارة عن منهجية جديدة دخلت فلسطين، أساسها أنه تتكتل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نفس السلسلة العنقودية في منطقة جغرافية واحدة معا وتعمل معا. هذه المنهجية تتوافق جيدا مع الواقع الفلسطيني من حيث كون معظم الشركات الفلسطينية صغيرة ومتناهية الصغر المتوسطة، وبالتالي لا يمكن لشركات القطاع الخاص الفلسطينية تحمل تبعات الاستثمار من أجل دخول لأسواق جديدة ومن أجل تحسين أوضاعهم الداخلية، وبالتالي جاءت فكرة العمل الجماعي بحيث يتكاتفوا جميعا لمواجهة هذه التحديات. ينفذ هذا المشروع من قبل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية وبالشراكة الكاملة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. The IFD is the French Developing Agency. It's a bilateral organization representing the government of France, and the main objective is to finance development projects in foreign countries. And when we assess the private sector's problematics in Palestine, we found there need to be answers both at the macro, mezzo, and micro level. And based on our experience, among them in Morocco and Tunisia, we think that through the cluster projects, we can try to find some answers to these problematics. And the cluster projects can bring support both at the policy, institutional, and the firm level. يقوم هذا المشروع على ثلاثة محاور. المحور الأول هو تطوير التجمعات العنقودية بشكل عام. المحور الثاني هو دعم المبادرات الجماعية. المحور الثالث هو تحسين بيئة العمل من خلال تطوير السياسات الداعمة لذلك. وبناء عليه تم إنشاء وحدتين إداريتين لهذا المشروع، وحدة في وزارة الاقتصاد الوطني والوحدة الأخرى التنفيذية التي تمثل مختصين ومهنيين ذو كفاءة عالية في اتحاد الغرف التجارية، وتقوم الغرف التجارية كل في منطقته باحتضان هذا التجمع ورعايته. بدأ تجمع صناعة الأحذية والجلود بثمانية عشر عضواً أساسياً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليل عام 2013، ومنذ ذلك الحين
توسع التجمع ليشمل أكثر من 80 عضواً، مع تمثيل شامل لسلسلة الإنتاج بأكملها من المدابغ وموردي مستلزمات الأحذية والمصممين وصناع القوالب وصناع النعل وصناع الأحذية وتجار التجزئة. أهداف تجمع صناعة الأحذية والجلود في محافظة الخليل تقوم على تعزيز القدرة التنافسية لأعضاء التجمع العنقودي، وبالتالي تعزيز إمكانية الدخول للأسواق الداخلية والأسواق الخارجية في نفس الوقت. ومع إطلاق التجمع بدأت دراسة الاحتياجات لتطوير تجمع صناعة الأحذية والجلود وبناء استراتيجية تعكس احتياجات الأعضاء وتنفذ حسب أولوياتهم. وتتضمن الاستراتيجية التي نبعت من رؤية التجمع صناعة فلسطينية عربية عالمية بلا حدود، وتم تطبيقها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية على أيدي خبراء محليين ودوليين، التي ركزت على بناء القدرات الإدارية والفنية كدورات تصميم الأحذية وتقليل تكاليف الإنتاج كبرنامج الإنتاج المثالي أو ما يعرف بـ Lean Production، وفعاليات وأنشطة تتعلق بالتسويق كالمشاركة بمعرض الصناعات الفلسطينية في الكويت والتي ساهمت في دخول منتجات التجمع للسوق الكويتي. معظم أنشطة التجمع بتتمحور حول ثلاث محاور أساسية: الأول زيادة ونمو قدرات التجمع الإنتاجية والفنية والإدارية وغيرها. الأمر الثاني دراسة الأسواق وتصميم أدوات مناسبة لدخول هذه الأسواق. الأمر الثالث انتزاع قرارات وسياسات من الحكومة لصالح أعضاء التجمع من خلال آلية الحوار الجديدة. هذول الثلاث محاور مع بعض نحاول من خلالهم تحقيق أهداف التجمع بزيادة المبيعات ودخول أسواق جديدة. وللوصول إلى جودة المنتج العالمي وتقليل تكلفة إنتاجه، عمل التجمع على ربط المصنعين بالمعارض الدولية الخاصة بالأحذية كمعرض لينيا بيلا الإيطالي ومؤتمرات الموضة والألوان والتعريف بآخر خطوطها، إضافة إلى ابتعاث العاملين في مجال الجلود إلى دورات في هولندا وإيطاليا ودول أخرى. وكجزء من منهجية التجمع، حرص التجمع على التواصل والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة بهذه الصناعة. قامت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل منذ تأسيس هذا التجمع بشكل حثيث على دعم هذا القطاع ودعم توجهات هذا القطاع ودعم توجهات هذا التجمع. الغرفة التجارية احتضنت هذا المشروع منذ البداية كمكان، وأيضا تقديم التسهيلات والأمور اللوجستية والفنية من مبنى وكل ما يحتاجه هذا القطاع وهذا المشروع، وبالتالي يعني أيضا عملية التشبيك وعملية المشاركة مع المشاركين من أصحاب هذا القطاع، كل ذلك أدى إلى نجاح هذا المشروع. ولإكمال مسيرة التجمع حرص على الشراكة مع القطاع الأكاديمي من البداية، والتي أثمرت بإنشاء مركز تطوير منتجات الأحذية والجلود الذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وجامعة بوليتكنيك فلسطين واتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية والتجمع العنقودي لصناعة الأحذية والجلود، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الوطني. أحد أهم مخرجات هذا التجمع هو مركز تطوير منتجات الأحذية والجلود. يأتي دور الغرفة التجارية داعماً لهذا المركز بشكل كبير جداً، حيث قامت الغرفة التجارية بتوفير المركز أو المقر الرئيسي لهذا المركز. بالإضافة إلى ذلك قامت الغرفة بالمساهمة بشكل مادي في تحقيق إنجاز هذا المركز. الهدف من إنشاء هذا المركز هو دعم صناعة رئيسية أساسية في فلسطين، هي صناعة الأحذية والجلود، دعمها لكي تستطيع أن تنافس في الأسواق المحلية والأسواق العالمية بالمنتوجات ذات جودة عالية وأيضا بأسعار منافسة. تتمحور أهم الخدمات التي يقدمها مركز تطوير منتجات الأحذية والجلود حول أربع محاور أساسية: أولاً مختبر فحص للأحذية والجلود، ثانياً وحدة تصميم الأحذية، ثالثاً وحدة التدريب والتطوير، ورابعاً وحدة المعلومات.
لا نبالغ إذا قلنا أن الكثيرين من أهل مدينة الخليل استثمروا فيها ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم لاستمرار هذه الصناعة، فالعلاقة بين هذه الصناعة وبين المدينة علاقة قديمة وعلاقة قوية، وفضل الصناعة على هذه المدينة لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتنكر له، فكثير من أسباب رخاء وثراء هذه المدينة بالذات في الفترات السابقة يعود إلى هذه الصناعة وإلى ما كانت تدخله على أهالي هذه المدينة. ساهم التجمع العنقودي بتطوير هذه الصناعة التي تحمل موروثاً عميقاً وأثراً اقتصادياً هاماً، وصار اسم شغل الخليل علامة تجارية محلية تطمح للوصول قريباً إلى العالمية. شغل الخليل علامة الثقة والأصالة لكل من يبحث عن أحذية بجودة عالية وبسعر منافس.